مساء الخير على حضراتكم. ده أول لقاء لينا لايف على بانكرز هاب في 2021. قبل ما أبدأ حابب أقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة سعيدة على حضراتكم وعلى أسرنا أجمعين وعلى الناس كلها يا رب، وكل واحد فينا يحقق طموحاته وتكون سنة أحسن بكتير من السنة اللي فاتت إن شاء الله يا رب. قبل ما أبدأ حابب أعرف حضراتكو عليا. الحقيقة I'm feeling إن أنا وسط زمايلي وأصدقائي، لأنه الماجوريتي من الناس almost كله بانكرز هنا. فيعني أبدأ أعرف حضراتكو بيا. أنا اسمي محمد رشدي، بقالي almost 15 سنة في الريتيل بانكينج اكسبيرينس اند ماركتينج في أكتر من بنك، لوكال اند مالتي ناشونال بانك. الاكسبيرينس بتاعتي توزعت ما بين برودكت مانجمنت اند branch بانكينج. I had a different sectors في ال product management, liabilities, insurance, customer segmentation and financial inclusion. النهاردة جايين هنتكلم على موضوع ممكن يكون من أهم المواضيع في الفترة اللي فاتت، وهو الـ interest rate. هنتكلم إيه اللي حصل especially after COVID-19، الـ decisions اللي خدتها الـ central banks سواء globally أو عندنا في مصر. وبالإضافة إلى كده هنتكلم الـ correlation ما بين الـ interest rate والـ inflation، وعلاقة علاقة الـ interest rate سعر الفايدة بالتضخم، إيه الإجراءات اللي خدها البنك المركزي، الـ inverted yield curve وتكلفة الدين العام. هنتكلم دول البنوك في الفترة الجاية especially مع انخفاض سعر الفايدة، إيه اللي ممكن يحصل في الفترات القادمة إن شاء الله. طيب in general أول حاجة حابب أتكلم فيها، what did central banks decide after COVID-19 pandemic؟ لو بدأت في الأول هتكلم على الشوك globally، هاخد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر زي ما بيقولوا in Europe وأمريكا. لو اتكلمنا the Bank of England هنلاقي إن سعر الفايدة كان بدأ إنه في as far as I recall كان في 10 مارش 2020 they cut the interest rate بحوالي 25 basis points up to 50 basis points، وتابعوا بعد كده Bank of Canada و they cut the interest rate by 50 basis points. and then اللي حصل انه ال Federal Reserve ال US Federal Reserve they cut the interest rate eventually كان as far as I recall كان 16th of March 2020. ده اللي حصل في البنوك في يوروب وأمريكا بعد ما ال COVID-19 ابتدى، وابتدى يحصل لوك داون، وابتدت إن المؤسسات كتير تقفل، وابتدت إن يحصل huge لوك داون. طيب لو مسكنا تطرقنا للجزء بتاع الميدل ايست، هنبدأ بـ the Saudi Arabian Authority سامع they cut the repo rate by 75 basis points، قطعوا سعر الفايدة بحوالي 75 نقطة. وتابعوا بعد كده البنك المركزي الإماراتي قطعوا سعر الفايدة as far as I recall كان حوالي من 50 ل 75 نقطة. بعد كده جه البنك الكويتي المركزي they cut the interest rate بحوالي من 100 ل 150 نقطة. وبعد كده جه بنك the Central Bank of Jordan they cut the interest rate من 100 ل 250 basis point، من 100 من 100 نقطة أو 100 نقطة ل 250 basis point. تابعوا بعد كده ال Central Bank of Qatar they cut the interest rate by 50 basis points up to 150 basis points. ده كان في بنك اوف قطر after US Federal Reserve they decided to cut the interest rate.
نيجي على الجزء على المايكرو ليفل، او هنتكلم على مصر، ان البنك المركزي الحقيقه اتخذ اجراءات كتير جدا during ال COVID-19 الفتره اللي فاتت. اول حاجه they cut the interest rate، هم عملوا as far as I recall كان في 16th of March 2020 they cut the interest rate. اجتمع البنك المركزي، لجنة السياسات النقدية الـ MPC Monetary Policy Committee، اجتمعوا to cut the interest rate around حوالي 300 نقطة. ده كان في 16 مارس، ودي كانت أول إجراء. وتماشينا مع البنوك المركزية globally زي ما شرحت لحضراتكم بشكل أو بآخر. ابتدى البنك المركزي بعد كده ياخد اجراءات طبعا كتيرة جدا في الفترات اللي فاتت، وكملوا على السكسس بتاع القصة بتاعة الكات الانترست ريت 300 نقطة. كان في نوفمبر 2020 لما معدلات التضخم ابتدت تقل شوية في اجتماع البنك المركزي، لجنة السياسات النقدية عملوا كات ب 50 نقطة. وكان الحقيقة برضو يسبقها إنه كان في سبتمبر حصل كات ب 50 نقطة كمان، فوصل إن في 2020 الكات حصل حوالي 400 نقطة، وده أكبر كات حصل الفترة اللي فاتت. من ضمن الحاجات طبعا زي ما حضراتكم سبيشالي كان في سبتمبر 24 سبتمبر لما اجتمع البنك المركزي لجنة السياسات النقدية تقدر interest rate بحوالي 50 نقطة. كان وقتها ال inflation rate في شهر كان قل في شهر أوجست كان وصل 3.4 versus 4.2 في جولاي 2020. وهنا ده برضه بيوضح نقطة مهمة جدا جدا، إن there is a correlation، في علاقة ما بين سعر الفايدة والتضخم. ف hypothetically إن كلما زاد الانفليشن او التضخم اللي موجود في دولة ما الانترست ريت بتزيد and vice versa، فكلما قل كلما قل الانفليشن ريت الانترست ريت كمان بتقل، وده بيساعد حاجات كتير ان الانترست ريت تقل، انه الودائع بتبتدي الناس كتير بتبتدي تضخ فلوس في الماركت، تبتدي السوق ينتعش، ابتدي انه يدور عجلة الاقتصاد، معدل البطالة يقل، الناتج القومي بيزيد بشكل او باخر، فكل ده positively بيرفلكت على الاقتصاد القومي للبلد. طيب النقطة المهمة في بعض الاجراءات، ودايما كان زمايلنا برضو من بانكرز بس يمكن في قطاعات مختلفة، يعني زمايلنا في الـ HR، زمايلنا في الـ Compliance، في الـ Legal، في الـ Purchasing Department، إدارات مش متداخلة في البيزنس Support Functions، دايما بيسألوا على قصة الـ Devaluation، وكانوا بيسألوا بقوة جدا طب إيه اللي حصل فيها. فأنا حابب أبسط بشكل أو بآخر القصة دي بشكل أو بآخر بسهولة جدا في شكل أو بآخر، بمعنى إنه توصل لكافة الناس بشكل مبسط تماما. من أول الحاجات اللي حصلت خدها البنك المركزي بعد الـ devaluation في 2016، ابتدى يخش في حاجة اسمها الـ inverted yield curve. ما هو الـ inverted yield curve؟ الـ inverted yield curve احنا بنتكلم عليه ان البنك المركزي مع وزارة المالية بحثوا انه انا النهاردة تكلفة الدين العام للدولة زادت بشكل كبير، فتكلفة الدين العام للدولة ده لما تزيد وانا بربط، كان الطبيعي فيها انه كلما زادت مدة الوديعة او الشهادة او الوعاء الادخاري اللي حصل انه سعر الفايدة بيزيد. طيب لما سعر الفايدة بيزيد زي ما حضراتكم عارفين بمنتهى البساطة إن جزء كبير من استثمارات البنوك بيتم استثماره في الأذونات الخزانة والسندات الحكومية، وهو ما يسمى بالـ Sovereigns، الـ Treasury Bills والـ Governmental Bonds. فالنهاردة ده من أكبر ممولي عجز الموازنة هو القطاع المصرفي. فالنهاردة لما بتزيد سعر الفايدة بيرفلكت إنه بيزيد تكلفة عبء الدين العام. فالبنك المركزي الحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين
واللي حصل انه خلى مع وزارة المالية ان المدد القصيرة والمتوسطة الاجل بتاخد سعر اعلى بكتير من المدد طويلة الاجل، على عكس ما هو معتاد سابقا ان المدد الطويلة لما انا اقول انا شهادة باخد وديعة او وديعة لمدة سنة او سنة ونص او whatever المدة بتبقى اقل من 3 سنين. اللي حصل في الفترة الاجرية كان ناس كتير بتستغرب، لا ده احنا بنسمع السنة والسنة ونص اكبر من ال3 سنين، وال3 سنين اعلى من ال5 سنين، وال5 سنين اعلى من ال10 سنين كشهادات. طب ده ليه بيحصل؟ وده سؤال دايما بيتم طرحه، لان الحقيقة النهاردة كان من المتوقع بعد الاصلاحات الاقتصادية اللي حصلت في الفترات اللي فاتت وبعد الديفال ما حصل الديفالويشن حصل، انه الاقتصاد المصري كان الاكسبكتد ان الدنيا طبعا بشكل او باخر هيبقى فيها انتعاش اقتصادية على المدى المتوسط الاجل. فعشان كده ابتدى انه why not ان احنا كدولة ازود على نفسي تكلفة الدين العام على المدى الطويل versus ان انا النهاردة تكلفة الدين العام ممكن اتحملها على short term او middle term عشان ابتدي ان يبقى تحسين للاقتصاد بتاعي بشكل او باخر افضل بكتير وما اتحملش تكلفة عالية. ده اللي حصل في حتة الفايدة، وان احنا عملنا البلد او وزارة المالية مع البنك المركزي الاسعار السوفرينز الشورت والميدل تيرم بقت اعلى بكتير من اللونج تيرم، وده ادى انه اللي حصل انه فعلا تكلفة الدين العام قلت في الفترة اللي فاتت، بالاضافة الى انه كان من نقول التاكتيكال اكشنز اللي اتخذت عشان موضوع طبعا الدي دولاريزيشن، لان زي ما حضراتكم عارفين طبعا انه حصل في الفترات اللي فاتت ان ناس كتير كانت بتتهافت انها تاخد عملة اجنبية وتحطها كستور فاليو مخزون للقيمة. فاللي حصل الفترة اللي فاتت انه حب تتبعت مسج واضحة وصريحة ان العملة الاجنبية ليست للإتجار، وإنما هي وسيلة إن إحنا بنوفي بيها احتياجاتنا من الاحتياجات الأساسية والتي لها أولويات. فطبعا زي ما حضراتكم عارفين إنه مع ارتفاع سعر الفايدة على الجنيه المصري ابتدى ناس كتير قوي تترك العملة الأجنبية الدولار وتترك العملات الأخرى الأجنبية وتبتدي العملات دي تتحول للجنيه المصري، لأن اتحسب بشكل بسيط جدا ومن عملاء كتير إن النهاردة لو أنا هاخد الـ interest rate أو سعر القيمة بتاعة الدولار أو أي عملة أجنبية هتزيد حوالي 5 لـ 6%، أما سعر بالإضافة إلى إن أنا لو حطيتها حتى في البنك وخدت عليها 3 4% في ذاك الوقت في وقت الـ devaluation أنا أبرك لي بكتير وأفضل لي بكتير طبعا كعميل إن أنا أبتدي أخش في الشهادات اللي 19 و20%. فده كان من التاكتيكال أكشنز اللي اتخذت وكان ليها تأثير كبير جدا 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 للتعامل مع أو للتوجيه للدي دولاريزيشن، لأنه كان في لفترات طويلة في بلدنا الحقيقة موضوع الدولاريزيشن كان قوي جدا، وكان فرق كبير قوي ما بين البلاك ماركت والاوفيشال ماركت في سعر الدولار. فالدي ايفالويشن دي بشكل او باخر كوسيله مهمه جدا من الوسائل اللي حصلت للاصلاح الاقتصادي، بالاضافه الى طبعا انه كل ده في الاخر مع وجود inverted yield curve، لان انا النهارده من المتوقع وكل المؤسسات العالميه متوقعه في المستقبل القريب تحسن للاقتصاد المصري، فما كانش ما على البنك المركزي بالتعاون مع وزاره الماليه ان احنا انه يتم الاشتغال على الفترات المتوسطه، لان مش من الطبيعي ومش من المعقول ان انا النهارده من متوقع تحسن اتحمل واتكبد تكلفه عاليه جدا عليا لفترة طويلة وأنا متوقع في خلال الشورت أو الميدل تيرم إن الاقتصاد بتاعي ينتعش بشكل أو بآخر. وده الحقيقة من ضمن الحاجات اللي وضحت لنا الفترات اللي فاتت الأكشنز اللي كانت بتتاخد بطريقة فيها شونال
فيها بلانينج اكتر ممتاز، وده ريفلكتد على حاجات كتيرة، وريفلكتد ان جرادولي ابتدى يحصل تحسن وانخفاض في معدل التضخم، الانفليشن ريت ابتدى يتحسن جدا، الامبلويمنت ريت في مصر، في حاجات كتير، مؤشرات اقتصادية مهمة جدا 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 أدت لتحسن كبير بشكل ينعش الاقتصاد المصري، وبيبعث positive signals للانفسترز ان هم يبتدوا يتدخلوا ويخشوا ويستثمروا فلوسهم بأمان في القطاع في مصر في كافة القطاعات. خليني برضو اتكلم على الفترة اللي فاتت، زي ما وضحت لحضراتكم انه دايما بنتسأل هل في علاقة ما بين الانترست ريت والانفليشن. بأكد لحضراتكم انه هي علاقة، الكوريليشن مهمة جدا، لان كل لما الانفليشن ريت بيزيد ده مؤشر ان معدل الفايدة لازم بيزيد، لان ده بيمتص التضخم، جزء من التضخم الموجود، لان الهدف من سعر الفايدة اللي بتديه البنوك ان هو بيحافظ على جزء من القيمة بتاعة العملاء على قيمة المدخرات بتاعتهم، لان مع التضخم فحضرتك في حاجة اسمها البرشيزنج باور بتاع الفلوس، فالبرشيزنج باور النهاردة جراديولي بيقل مع انخفاض قيمة العملة، وتنخفض قيمة العملة لان حضرتك جزء كبير قوي بيبقى الانفليشن ريت لما بيزيد. فالنهارده الانترست ريت اللي بتديها البنوك هي وسيله من الوسائل كتول بتستخدم عشان تحافظ على جزء من مدخرات العملاء، وسبشالي لو اتكلمنا على الجزء بتاع الهاوس هولد سيجمنت، فالهاوس هولد سيجمنت اللي هو القطاع الانديفيدوالز او ما يسمى القطاع العائلي. والحقيقه الفترات اللي فاتت في 2020 لو اتكلمنا على القطاع العائلي هنلاقي انه المدخرات بتاعة القطاع العائلي هي اهم جزء في الودائع اللي موجودة، بتمثل I believe ان هي كانت وصلت ل 70% من اجمالي الديبوزيتس الموجودة في القطاع المصرفي. لو احنا اتكلمنا على الديبوزيتس اللي موجودة في القطاع المصرفي فهنلاقي انه هي بتوصل، كانت وصلت as far as I call 4.8 تريليون، والسنة اللي فاتت في 2020 معدل النمو اللي حصل حوالي 17.4%. لو احنا قلنا in a nutshell ان 70% من اجمالي الودائع اللي موجودة عندنا النهاردة في القطاع المصرفي، على عكس ما كان متوقع من ناس كتيرة جدا جدا ان الودائع اللي موجودة هي ودائع الشركات بشكل كبير، لا، الحقيقة ان الودائع القطاع الافراد او القطاع العائلي بتمثل 70% من اجمالي الودائع، يعني بنقول قرابة 3 تريليون و300، ده لو اتكلمنا على الودائع اللي هي جزء كبير منها بيستثمر، الودائع اللي موجودة في القطاع المصرفي اللي جزء كبير منها بيتم استثماره في أذونات خزانة وسندات حكومية. طيب لو اتكلمنا على الجزء بتاع القروض أو اللونز، هنلاقي إن اللونز وصلت في القطاع المصرفي ل around 2.2 تريليون، الهاوسهولد سيجمنت منها بيمثل حوالي 450 مليار. المؤشرات دي كلها بتوضح حاجة مهمة جدا، إن الفترات الجاية مع انخفاض معدل التضخم وانعكاس انخفاض معدل التضخم، ده هيؤدي بشكل أو بآخر لأنه جزء من الودائع اللي كانت موجودة هيبتدي يضخها في الاقتصاد، في عصب الاقتصاد، وتبتدي تتحرك عجلة الاقتصاد إن شاء الله في الفترة الجاية بقوة. ومع ضخ الاستثمارات أو ضخ الودائع للأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية بكافة قطاعاتها في القطاع المصرفي لإنعاش عجلة الاقتصاد، ده هيبقى عند القطاع المصرفي تشالنج مهمة جدا 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 جدا، وهي إن النهاردة مش هتبقى الكومبيتيشن في الفترة الجاية على الانترست ريت، لأن الانترست ريت هتنخفض، وأتمنى في يوم من الأيام إنه نوصل زي المعدلات العالمية في أوروبا وأمريكا
وبعض الدول انه تقترب منه يعني معدلات منخفضة جدا. واحنا الحقيقة في مصر ماشيين على الخطة الصحيحة, we are on the right track eventually. فالنهاردة إن شاء الله في الفترات القادمة لما تنخفض gradually الـ interest rate, هيبقى عند البنوك تشالنج إن الـ competition هتختلف تماما, سواء انخفاض الـ interest rate على الـ deposits مما هيؤدي على انخفاض الـ interest rate برضو على اللونز. الجيم هيبقى جيم مختلف تماما 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 في الفترات الجاية. سوري. وأعتقد إنه كمان الفيوتشر بتاعت البانكينج اندستري هتبقى القصة كلها, الجيم هيبقى على الفاليو بروبوزيشن اذر ذان برايسنج. انت بتوفر ايه كسيرفيس, كخدمات مختلفة, كديجيتاليزيشن, انت النهارده البنوك كتير في بلاد بره مصر ملهاش برانشز, بس الديجيتال بلاتفورم بتاعها قوي جدا جدا جدا. انت ممكن تعمل كل الترانزاكشنز بتاعتك اولموست من اول ما تفتح حسابك لغايه ما اند تو اند, يعني مش هقول تقفل حسابك لانه يعني حقيقي انت ممكن تقفل حسابك طبعا, بس الفكره كلها انه البنوك بره بتخلق ما يعرف بلويالتي عالية جدا. يعني من ضمن الريسيرشز اللي كنت قريتها بيتكلموا في دول بره انه رغم انه لقوا ظاهرة غريبة جدا ان العملاء ما بتقفلش حساباتها في البنوك, فقعدوا يدرسوا الظاهرة دي, توقعوا انه قد يكون ان السويتشنج كوست انك تقفل حسابك وتروح لبنك تاني تكلفته عالية جدا. قعدوا يدرسوا دراسات وأبحاث مبنية, لقوا إن الحل في حاجة بسيطة جدا الحقيقة, إنه الحاجة كلها اللي بتخلي إن العملاء they are loyal to their banks إنه بيبدأوا مع العملاء من وهم صغيرين وبيعملوا profiles للعملاء من وهم صغيرين, لأنه they are believing إنه ده بكرة العميل الصغير هو اللي هيبقى البيزنس مان, الدكتور, المهندس, البروفيشنز المختلفة كلها تماما, البروفيشنز المختلفة. فانت لما بتعمق اللويالتي بتاعتك لبنك او انتيتي بشكل او باخر, اللي بيحصل انه بتخلي بقوة ان العميل ده ما ينقلش من مكان لمكان. فالجيم في الفترة الجاية مش هيبقى مجرد ان احنا بنلعب على انترست ريت زي ما كان بيحصل, لا, الانترست ريت مش هتبقى الجيم الفترة الجاية, هتبقى الفترة انه الجيم هيبقى انك بتقدم سيرفيس بشكل مختلف. وخليني اتكلم برضو مع حضراتكم بشكل تاني, لما احنا كنا بنتكلم انه لو احنا بصينا على الماركت هنلاقي انه اي اورجانيزيشن مش بس في القطاع المصرفي, عشان تخش ماركت او تتعامل في ماركت في 3 مين استراتيجيز. اول استراتيجي اسمها undifferentiation استراتيجي. ايه undifferentiation استراتيجي؟ انك بتقدم منتج واحد للعميل, one product fitting all. انك بتبص على الماركت على انه one segment, فبتقدم one product او whatever the product لكل السيجمنتس اللي موجوده. فده الحقيقه in my humble opinion ده مناسب جدا جدا في الconvenient products. ودي استراتيجي بيتم تداولها لفترات طويله كانت مستخدمه. الاستراتيجي التانية ما يسمى بالـ Undifferentiation Strategy. الـ Undifferentiation Strategy إنك بتقسم الماركت لسيجمنتس وتدي كل سيجمنت منهم الـ Appropriate Marketing Mix اللي خاص بيه. What is the Appropriate Marketing Mix؟ من Products, من Promotions, لكل سيجمنت من السيجمنتس اللي موجودة عندك بتديها الـ Appropriate Marketing Mix. يعني بمعنى اخر بنسميها تيلر ميد برودكت. المنتج ده متفصل لحضرتك بالظبط, كانك النهارده رحت هنقول ايه لتيلر لترزي بيقول لحضرتك this suit is fitting you, او لحضرتك this dress is fitting you 100%. وده ما يسمى بالديفرنشيشن استراتيجي. كل شريحه من العملاء بيتم تداول ليها البرودكت المناسب ليها. اخر حاجه واخر نقطه من ضمن الحاجات اللي
اللي بيتم بيها او الاستراتيجيز عشان تبتدي تاخد ماركت شير او تخش ماركت which is focus strategy. ايه هي الفوكس استراتيجي؟ بنقسم برضو الماركت لسيجمنتس او الاورجانيزيشن بتقسم الماركت لسيجمنتس وبتدي كل سيجمنت الابروبريت ماركتنج ميكس بتاعه. بس الحقيقه هي مش بتبص على كل السيجمنتس المره دي، هي لا ماسكه سيجمنت معين وبتخش تديله الماركتنج ميكس بتاعه، وده ما يسمى بالفوكس استراتيجي. يعني فور اكزامبل، هل مرسيدس هي مختصه بتسيرف كل الناس؟ لا، هي باصه على سيجمنت معين وبتتعامل عليه. في الساعات فور اكزامبل، رولكس هي هل شغاله على كل السيجمنتس؟ لا، هي شغاله على سيجمنت معين. فقد يكون ان انت النهارده على القطاع المصرفي انه يبتدي البنوك تبتدي بتقسم شرايح العملاء بتاعتها. مش هقول النهارده لا احنا هنقدر ندي going forward undifferentiation in one is fitting all، ده ما اعتقدش انه ده هيبقى مناسب في الفترات الجايه especially مع الانخفاض اللي هيحصل على سعر الودائع، وبالتالي كمان هيحصل انخفاض على اسعار الاسيتس برودكتس ان جنرال. فالنهارده مش هيبقى الجيم برايسنج جيم ابدا، انت النهارده لازم تسيجمنت الكاستمر بيس بتاعك especially على الهاوس هولد سيجمنت عشان تقدر تدي لكل سيجمنت من السيجمنتس دول الابروبريت ماركتنج ميكس بتاعه. ولو اتكلمنا كمان على الجزء بتاع، بما ان احنا تطرقنا الماركتنج ميكس، فزي ما حضراتكم عارفين ان الماركتنج ميكس كنا بدأنا بالفور بيز، هو وصلوا اكتر من كده طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وصلوا في ثيريز 9 و7. فلو احنا اتكلمنا، كان في ارتكل ظريف قوي بيتكلم على الماركتنج ميكس باصص لها من مفهوم مختلف او منظور مختلف. ان النهارده الماركتنج ميكس بتاعي الفور بيز مسك الفور بيز الحقيقه سوري مسك الفور بيز واتكلم عنهم بشكل مختلف. لو سردناهم كده بشكل او باخر، البرودكت، البروموشن، البرايس، البليس. عمل قدام الكلام ده ثيوري اسمها سيفا. وات السيفا؟ لو احنا بصينا بص بشكل او باخر، كان الارتكل ده بيتكلم اي ثينك هو كان ببلشت في الامريكان ماركتنج جورنال، كان بيتكلم على انه النهارده لو انا بصيت على البرودكت ان انا بدي للعميل اتس نوت ا برودكت اتس ا كايند اوف سوليوشن. انت حضرتك محتاج حاجة معينة أنا بديها لك، أنا ببتكر احتياجاتك، أنا ببتكر بشكل أو بآخر. ميتافوريكلي كان في حاجة دايما بوست كده ظريف بيقول لك إن العميل محتاج إيه بتديهوله، كان شفته من فترة إنه حد كان زي ما حضراتكم عارفين كلنا ماسكين الموبايلز وشغالين بيها، والشباب ماسكة التليفونات وكلنا منكبين على تليفوناتنا وكده. فكانوا جايبين يعني هير حلاق عامل الفوطة اللي الشباب بتلبسها وهي بتحلق، حاطط قطعة شفافة عشان حضرتك والكاستمر بيحلق بيشوف التليفون بتاعه. ميتافوريكلي كان بيتكلم على ان النهارده ازاي انت بتدي، حتى لو كانت اتس ايرونيكلي حاجه من الحاجات الكوميديه، بس هي فعلا انت ازاي بتتيلر سوليوشنز للعميل بتاعك عشان تخليه ساتسفايد. يعني انت النهارده هي دي اللي تشالنج في الفتره الجايه، فانك تدي البرودكت ده مش مجرد برودكت، هو سوليوشن لاحتياجاتك. انت عايز النهارده وديعه بشكل معين وتاخد لون محتاجه بشكل معين، وكريدت كارد بميكانيزم وليك سبندنج بيهيفير بشكل معين. فكل ده لازم يفلك ان حضرتك سيجمنتد از ان بسيجمنت معين وليك نيدز معينه. ف how can I meet your needs؟ بالاضافه الى لو احنا قلنا البرودكت از ان سوليوشن، البروموشن از ان انفورميشن اللي بتديها للعميل، البرايس مش هو البرايس السعر اللي بدفعه الحقيقي للمنتج، لا البرايس النهارده هو زي ما بيقولوا هو الجزء الفاليو. لان انا النهارده ممكن اروح اشتري فور اكزامبل ازازه ميه، ازازه الميه دي النهارده مع احتياجي ليها في وقت معين قد يكون ان انا اوصل ان انا اشتريها ب 10 يورو،
ب 20 يورو، لان انا محتاجها في ظروف معينه في احتياج معين، فانا I could spend فيها whatever من البرايس. فهي فعلا القيمه، فالقيمه من اهم الحاجات اللي احنا لازم نلعب عليها في الفتره الجايه كقطاع مصرفي، مش مجرد ان احنا نبتدي ندي للعملاء منتجات تعتمد على سعر الفايدة، لأنه سواء assets أو liabilities products. وأنا بتكلم تحديدا 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 بشكل مهم جدا جدا على قطاع الـ household segment أو القطاع العائلي، قطاع الأفراد. يمكن قطاع الأفراد ده من القطاعات، يمكن this is my passion والإكسبيرينس بتاعتي فيها، بس هو الحقيقة هو الـ عصب الاقتصاد. وزي ما شرحت لحضرات وفي بداية في بداية لقائنا، انه كان على عكس ما هو متوقع، انه ودائع العملاء النهاردة في القطاع المصرفي 70% منها هو قطاع الافراد. فعلى عكس ما هو متخيلين الناس انه الشركات هي اعلى حاجة وان اللي هي بتجيب الودائع، لا مش ده الحقيقي. فانا ممكن اتكلم في القصة دي عن الايقاد، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه دور البنك النهارده ان لازم يكون في ديبوزيتورز موجودين. الديبوزيتورز دول عندهم اكسس اوف ماني، ده الدور الاولي او البرايمري للبنوك كلها. انه البنوك الحقيقه الدور الاولي ليها انه هي النهارده بتشوف اللي عنده مدخرات وما عندوش فرص استثمار، ويكون الوسيط ما بين الراجل اللي عنده فرص استثمار والراجل اللي عنده مدخرات وما عندوش فرص استثمار. والبنك هنا بيحقق السبريد بتاعه او المكسب بتاعه. فالنهارده بشكل او باخر الدور البنك ان هو بياخد الفلوس الديبوزيتس دي اللي هي بتمثل زي ما قلت لحضراتكم قطاع الافراد النهارده 70% من اجمالي الديبوزيتس اللي موجوده في الماركت في القطاع المصرفي. فالنهارده ويديها الشركات او المؤسسات او حتى الافراد اللي عندهم فرص استثماريه مختلفه. فالنهارده لو بصينا كده بشكل او باخر في القصه دي، هنلاقي انه لو احنا اهتمينا بان احنا بنقدم للعملاء بتوعنا منتجات بتعتمد على القيمه اكتر من اعتمادها على البرايسنج، هتفرق كتير وهترفلكت بشكل او باخر على الكوست اوف فاند بتاع البنك وعلى تكلفة الدين العام، وهترفلكت بشكل او باخر. لان زي ما قلت لحضراتكم بشكل تاني ان اكبر مستثمر موجود في القطاع المصرفي، اسف، اكبر مستثمر او اكبر ممول، اسف، لسد عجز الموازنة او ممول للموازنة فهو القطاع المصرفي. فالنهارده لو انا كقطاع مصرفي ابتديت افكر بشكل او باخر ان انا اقدم منتجات تعتمد على القيمه اكتر، القيمه الفاليو بشكل او باخر، هتلاقي ان النهارده ده هيرفلكت بوزيتيفلي على الاقتصاد وعلى البلد بشكل كبير جدا جدا جدا. ومن ضمن الحاجات الحقيقه اللي البنوك كتير في الفتره اللي فاتت اتخذتها النهاردة، انها ابتدت فعلا تبتدي تبص للسيجمنتس بتاعة تقسم العملاء بتوعها لسيجمنتس، whatever كان الاسم المسمى لهذا السيجمنتس ده. في بنوك الحقيقة بتقسمها based على البالانسز، وده الشائع عندنا في مصر. ولو بصينا على التجارب الأوروبية في هذا شأن أو التجارب العالمية، إنه الدنيا راحت في حتة تانية، لأنه مجرد الفلوس عمرها ما كانت أو المدخرات اللي موجودة حاليا في حسابك في بنك أو بآخر للعملاء عمرها ما كانت المؤشر الوحيد على إنه الراجل ده إذا high net worth customer، لأنه قد يكون إنه واخد البنك ده secondary bank، لأنه مش واخد، مش عامل بشكل أو بآخر، مش واخد services عنده. فابتدت البنوك تعمل ما يسمى بال segmentation based أو profiling based على behavior، واعتمدت على techniques مختلفة زي البيج داتا عشان تقدر تتراك النهاردة البيهيفير
بتاع الكاستمر بتاعها. فور اكزامبل من اكتر الحاجات اللي مشهوره والناس وقطاعات كتير موضوع البيج داتا واللي يعتمدوا على السي ار ام والكلام ده كله عشان يعرفوا البيهيفير بتاع الكاستمر النهارده. وفي بنوك ما شاء الله في مصر ابتدت تعتمد على الحاجات دي على التكنولوجي الحديثة عشان تبتدي تعمل ما يسمى بالتيلر ميد برودكتس للكاستمرز بتاعتها. وقطاعات كتير ابتدت تدخل الجزء بتاع البيج داتا والبيهيفير اناليسز عشان تتيلر مش بس برودكتس، تتيلر سيرفيسز للعملاء بتاعتها. يعني فور اكزامبل من الحاجات لو احنا اتكلمنا على بعض القطاعات زي قطاعات الفنادق والحاجات دي كلها، لو خدنا اكزامبل من الاكزامبلز المشهورة، يعني ان النهارده قد تكون ان حضرتك فور اكزامبل داخل اوتيل كبير، فور سيزن، ماريوت، ميريدين، وات ايفر من الاوتيلات الكبيره، دخلت في مصر فحضرتك والله بتفضل ليك بريفرنسز معينه، عندي جيوب انفيه، دخلت بطلب دايما تيشوز تبقى جنبي على الكومود وتجيلي تتكتب الكلام ده بيتكتب في السي ار ام. لو سافرت مكان تاني ودوله تانيه هتلاقي ان من غير ما تطلب وحجزت بالكود بتاع حضرتك هتلاقي ان التيشوز دي محطوطة على الكومود بتاع حضرتك، لان هم عندهم باترن للبيهيفير بتاعك، فبيديزاين السيرفيس بيزد على النيدز بتاعة الكاستمر. فالنهارده ده مجرد اكزامبل في قطاع من القطاعات، لو قسنا على قطاعات كتير هنلاقي بشكل او باخر ده بيتم تداوله. واللي انا اماله في الفتره الجايه ان مع انخفاض سعر الفايده سواء على الايداع او الاقراض، ان الجيم الفتره الجايه مش هيكون مجرد جيم انترست ريت، هيكون جيم قوي جدا 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 في السيرفيس والفاليو بروبوزيشن، انك تقدر تدي لعميلك قيمه، وده اللي هيميز الفتره الجايه بنك من بنك، وهيميز مؤسسه من مؤسسه. وده هيفلكت انه البنوك ان جنرال الكوست اوف فاند اللي هو اكبر حاجه تؤرق البنوك فعلا هيبتدي يقل. وخليني اقول لحضراتكم ان عن تجربه شخصيه في اكتر من بنك اشتغلت فيه، انه فعلا حته الفاليو بروبوزيشن دي لو هي اتعملت بشكل صح، يعني الحمد لله انه حالفني الحظ ان التجربه دي حطها في اكتر من بنك. فعلا ان احنا عملنا تيلر ميد برودكتس بيزد على الكاستمر نيدز بتعتمد، وانا شخصيا كنت متولي هذا الفكر، بتعتمد على الفاليو بروبوزيشن مش على البرايسنج، ريفلكتد في بعض البنوك انها قللت الكوست اوف فاند للبنك ب 1.5% ل 2%، وبعض الاحيان انت ممكن توصل ل 3% لو انت مركز بقوة والتولز والسيرفيسز وبتدي ما يعرف باسم الفول انتجريتد فاينانشال سوليوشنز، الخدمات المصرفية او الخدمات المالية المتكاملة. مش مجرد النهاردة العميل مش بيخش عندي البنك عشان يتعامل جست على حساب، انا بدي لحضرتك الحساب، بدي لحضرتك التأمين، بدي لحضرتك سيرفيسز، بديك اسيتس برودكتس، بديك بيرسونال لون، بديك اوتو على حسب احتياجك، على حسب النيدز بتاعتك، بديك حاجات باكجز ديزايند ليك، بديك ميوتوال فاندز، بديك وات ايفر من الاحتياجات البرودكتس بالاضافه الى السيرفيسز اللي انت بتحتاجها وات ايفر. فهي النهارده الخدمات اللي بيقدمها البنك هي هتبقى المعيار اللي بيميز بنك عن التاني، وهي اللي في الاخر انه هتخلي البنك مش بينفست النهارده انه يدفع سعر عالي في الفايده، لكن هيدفع سعر متوسط، لكن هي attract new to bank customers وهيجيب fresh fund، وهيقدر بكده انه يقلل الكوست اوف فاند، وهيقدر يلاند بسعر متميز عن بقية البنوك. وده اللي هيكريت ما يسمى بالcompetitive edge والميزة التنافسية. واعتقد انه لو كل بنك في خلال الفترة الجاية ابتدى يبص على الكاستمر بيس ويقسم ويعمل segmentation ويدي كل segment الابروبريت ماركتنج ميكس بتاعه،
هيكون طفرة هتفلكت على المؤسسة نفسها، هتفلكت على الكاستمر، لأنه هيبقى he will be quite satisfied من السيرفيسز اللي هتتقدم والبنفيتس والبريفليجز اللي هياخدها other than البرايسنج. فإيفنشولي أي هوب إن النظرة في الفترة الجاية مع انخفاض سعر الفايدة مع التوقعات بمزيد من الانخفاضات إن الجيم هيتغير تماما تماما الفترة الجاية. أتمنى إنه ما كنتش أطلت على حضراتكم، وأتمنى إنه تكون استمتعتوا باللقاء بتاع النهاردة، ولو في أي أسئلة حضراتكم تحبوا تسألوها أنا تحت أمركم. thank you ليكو، ولو في أسئلة حتى after اللقاء بتاعنا تحبوا تسألوا عليها you could contact me تحت أمر حضراتكم. وthank you ليكو، وأنا في انتظار لو في أي أسئلة لحضراتكم. Thank you لحضراتكم، أتمنى تكون ما طولتش عليكم، أتمنى إنه يكون في إفادة وقدرت أضيف لحضراتكم حاجة. و thank you ليكم، have a great night، تصبحوا على خير.